وهو في سلسلة وهذا المراتب وربما هو من أهم هذه الهدى الألف مشكلة الدراسات الإسلامية وفي هذا العصر وأيضا دور الدراسات الإسلامية التعايش والمنتج ولهذا نحن نعلم أن الكبير على التنظيم الذي ينعقد لأول مرة في بلدنا في دولتنا في عاصمتنا الغربية عاصمة التعايش والسلام والبحث عن المشتركات الإنسانية والدعم ونعلق عملا على إخراجات هذا المؤتمر في موضوع الدراسات الإسلامية لتطويرها وتجديد بها ولدينا بعض المرتكزات التي قدمناها لهذا المؤتمر للمؤتمرين وننتظر منه إن شاء الله عملا جيدا في بلد يسعد استقبال كل الخبرات والكفاءات العالمية.